السيسي يتسلم درع العمل التنموي العربي ويهديه للمصريين لمساهماتهم بالإصلاح الاقتصادي. ولي العهد الكويتي يؤدي اليمين أمام البرلمان ويؤكد تأييده لالتزامات الكويت الدولية والخليجية. والليرة التركية عند قاع قياسي منخفض بفعل مخاوف بشأن عقوبات أمريكية محتملة. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. أهلا بكم، نستهلها من رئاسة الجمهورية، حيث تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي درع العمل التنموي العربي لعام 2020 والتي تمنح سنويا من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية التي تقود العملية التنموية في بلادها. أكد الرئيس السيسي أن الدرع مهدى لكل المصريين الذين أساموا بوعيهم ووطنيتهم في إنجاح جهود الإصلاح الاقتصادي ومسيرة العملية التنموية التي تتم بجهود وموارد مصرية خالصة. وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء ووزير السياحة والأثار، وجه الرئيس السيسي بالحفاظ على العمالة بالقطاع السياحي وتثبيت أوضاعها، كما وجه الرئيس بمواصلة جهود الارتقاء بالمواقع الأثرية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، إلى جانب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد والمشرف على مجلس الجامعة العربية، وسفير هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة، وسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد أحمد أبو الغيط قدم للسيد الرئيس درع العمل التنموي العربي لعام 2020. إننا لا نجتمع اليوم لتكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو غني عن التكريم ولا ينتظر جائزة من هنا أو هناك، وإنما الهدف هو تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال التنمية، وهي تجربة صارت لها ملامح مميزة وخصوصية واضحة. فهذا الدرع، درع العمل التنموي العربي، تهديه الجامعة العربية بواقع ترشيح من لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك لقائد عربي من أصحاب الإنجاز المتميز والعمل غير التقليدي في مجال التنمية. والهدف هو أن يقف الجميع على خصائص التجارب الناجحة ليتم تعميمها والاستفادة منها، وأيضاً لكي يعرف الجميع الصعوبات الكبيرة التي تصادف من اختاروا الطريق الصعب، طريق البناء والتغيير، حتى تتوالى النماذج الناجحة وتدب روح الإنجاز والعمران في أرجاء عالمنا العربي على اتساعه. والحق أنكم فخامة الرئيس منذ اليوم الأول اخترتم الطريق الصعب، طريق التغيير والإصلاح. هو طريق صعب لأن الأسهل دائما هو إدارة الأوضاع على ما هي عليه من عوار. هو طريق صعب لأنه ما من إصلاح إلا وله ثمن، وما من تغيير إلا وينطوي على تكلفة. هو طريق صعب لأن اقتحام المشكلات الحقيقية بجراءة وثقة يحمل الشعب والحكم معا أعباء فوق الطاقة. ولولا ثقة الناس في قيادتكم وإخلاصكم ما تحملوا تكلفة التنمية وثمن الإصلاح. فخامة الرئيس، إن درع العمل التنموي العربي يشرف بأن تكونوا حامله لهذا العام. شكراً لكل ما قدمتموه وتقدموه لبلادكم وللعرب جميعاً، وشكراً لدعمكم المستمر للجامعة العربية. شكراً سيادة الرئيس. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العدني وزير السياحة والآثار. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أنشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار،
وقد اطلع السيد الرئيس على جهود استئناف الحركة السياحية وكذلك ما يتم تقديمه من حزم تحفيزية لدعم قطاع السياحة، حيث وجه سيادته بالحفاظ على العمالة بالقطاع السياحي وتثبيت أوضاعها، خاصة في ظل الدعم الحكومي للقطاع استجابة لتداعيات جائحة كورونا وكذا البرامج الحكومية التحفيزية الموجهة في هذا الإطار. كما وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود الارتقاء بالمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية في إطار نهج الدولة المستمر لاستعادة وإبراز الثقافة والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، وذلك من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية وإقامة المتاحف أبرزها المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة. وقد قام السيد وزير السياحة والأثار في هذا الإطار باستعراض جهود الوزارة لاستئناف الحركة السياحية بما فيها معدلات الرحلات والسائحين الأجانب خلال الفترة الماضية في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وكذلك عدد المنشآت السياحية التي حصلت على تراخيص التشغيل تماشياً مع تعليمات الحكومة في هذا الصدد، فضلاً عن أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيراً إلى عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين السائحين الأجانب خلال الأشهر الثلاثة الماضية في المحافظات السياحية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لاحتفالية موكب المومياوات الملكية المزمع إقامتها قريباً، وكذلك الخطوات التنفيذية لكل من المتحف المصري الكبير ومشروع تطوير طريق الكباش. وقد وجه السيد الرئيس بإتمام تلك الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية مثل موكب المومياوات الملكية على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة. أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي كولي للعهد، وذلك بعد موافقة المجلس على تعيينه بالإجماع. من جهته قال ولي العهد الجديد أنه ملتزم بالنهج الديمقراطي للبلاد، مؤكدا أنه يؤيد التزامات الكويت الدولية والخليجية، كما دعا الكويتيين إلى نبذ الانقسامات. وإنني من خلال مجلسكم الموقر أعاهد الله وأعاهد سمو الأمير وأعاهد الشعب الكويتي من خلالكم ممثلين له أن أكون لحضرة صاحب السمو العبد المتين والناصح الأمين، وأن أكون للمواطن المخلص الذي يعمل لازدهار وطنه الراعي لمصالحه، المحافظ على وحدته الوطنية، الساعي إلى رفعته وتقدمه، المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية الراسخة، الحريص كل الحرص على تلبية طموحات وآمال الوطن والمواطنين. كلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مستشاره للسياسات بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة عمر الرزاز التي تم قبول استقالتها السبت الماضي. وفي خطاب التكليف طلب الملك من الخصاونة أن تضم الحكومة كفاءات قادرة على تحمل المسؤولية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأردن وباقي دول العالم نتيجة لجائحة كورونا. كما طلب العاهل الأردني من رئيس الوزراء المكلف الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المدروسة في التعامل مع كورونا بشكل يوازن بين الاعتبارات الصحية وتشغيل القطاعات الاقتصادية والعمل على تحسين النظام الصحي ورفع جاهزيته وقدرته. الأزمة المالية في قطر تسيطر على الإحصائيات الرسمية لدى البنك المركزي القطري، لتكشف التقارير تراجع حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية بمقدار 12 مليون ريال في 6 أشهر. المزيد عن الأزمة في سياق التقرير التالي. أرقام رسمية تكشف ادعاءات الدويلة القطرية باستقرارها المالي والنقدي، ففي الوقت الذي تعلن فيه عبر أدواتها المشبوهة بالقوة الاقتصادية نجد لغة الأرقام تفضح الحقائق وتكشف الانهيار النقدي والمالي للدوحة.
المصرف المركزي القطري في مأزق، وهو ما بدا واضحاً من خلال تقاريره المعروضة على صفحته الرسمية التي تناولت الأوضاع المالية السيئة في الدوحة. فعلى مدار العام الجاري تشهد الموجودات النقدية الأجنبية بالمصرف تراجعاً ملحوظاً، لتظهر التقارير امتلاك المصارف نحو 59 مليون دولار خلال أغسطس الماضي، في وقت هي مطالبة فيه بسداد ما يقرب من 158 مليون دولار، بعجز قدر بنحو 97 مليون دولار. الأزمة بالبنوك القطرية لم تقتصر عند السيولة الأجنبية فقط، بل امتدت لتشمل أيضاً السيولة المحلية خلال نفس الفترة، لتسجل نسبة المطالبات على الحكومة القطرية نحو 274 مليون ريال قطري، في وقت تسجل فيه حجم الودائع نحو 92 مليون ريال، وحجم مطالبات محلية بلغ نحو مليار ريال قطري، لتتراجع حجم الاستثمارات الخارجية والداخلية لقطر بمقدار 12 مليون ريال في 6 أشهر، بجانب انخفاض حجم الأصول المملوكة للدولة بمقدار 24 مليون ريال. وفي خطوة لمواجهة نقص السيولة وتراجع الاستثمار بالأسواق، أعلن مصرف قطر المركزي إصدار أذونات خزانة بقيمة 600 مليون ريال، ما يعادل 165 مليون دولار، موزعة على 3 شرائح يستحق منها في يناير المقبل. وجاءت الإصدارات في محاولة لتحقيق سيولة سريعة لسداد المطالبات على الحكومة القطرية والمساهمة بشكل محدود في تقوية الجهاز المصرفي والمالي خلال الفترة الراهنة. طرح أذون الخزانة من قبل الدوحة لم يكن هو الحل الوحيد، لتتجه للإعلان بالسماح للأفراد والشركات الأجنبية بتملك عقارات في البلاد، بعدما كانت تمنع ذلك بشكل مطلق بهدف جذب تمويل خارجي سريع في ظل الانهيار الذي يشهده سوق العقار القطري، الذي شهد خلال أغسطس الماضي تراجع عدد رخص البناء بنسبة 15.6%، وتراجع عدد العقارات المباعة في البلاد خلال نفس الشهر بنسبة 23%، إذ بلغ عدد العقارات المباعة خلال الفترة المعلنة نحو 467 عقاراً، متراجعاً من 644 عقاراً خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. هذا وسجل الاقتصاد القطري على مدار العام الجاري نتائج سلبية أدت لارتفاع قيمة العجز بالسيولة الأجنبية وأيضا المحلية، لتشهد الدوحة حالة من التراجعات والخسائر الحادة بعدد من القطاعات، أبرزهم قطاع المصارف والطيران وأخيرا العقارات. يستنزف نظام الحمدين أموال القطريين لدعم الإرهاب ولتمويل عناصره، في وقت يمنح تميم المليارات لأردوغان ويطالب القطريين بالتقشف. المزيد في هذا التقرير. صارت أموال قطر في عهد تميم بن حمد حراما على القطريين، إلا أن خزائنها مفتوحة على مصراعيها لأمراء الإرهاب وقادتها، وعلى رأسهم أردوغان. فالإمارة الخليجية التي تئن من واقع اقتصادي مزر بفعل تداعيات فيروس كورونا ومن قبلها المقاطعة العربية، لا تضع الأموال في حسبانها حينما تنفق على الإرهابيين.
حتى وإن كان هذا الإنفاق السخي سيؤدي لاتخاذ إجراءات تقشف بحق مواطنيها أو تسريح عمالة وتقليل نفقات حكومية، وهذا ما حدث. ففي تركيا كلما اشتدت حلقات الانهيار الاقتصادي كانت قطر قبلة أردوغان، وخزائن الدوحة هي المعينة والسند له والداعمة لمقامرة الدم التركية. هكذا كانت في سوريا وليبيا، وأخيرا في قرى باغ، حيث تساند تركيا بالسلاح والمرتزقة أذربيجان في مواجهة أرمينيا بحسب تقارير دولية. وهذا ما يفسر الزيارات المتبادلة بين تميم وأردوغان وقادة نظاميهما ما بين الدوحة وأنقرة فيما يشبه غرام الأفاعي. مليارات قطر المغموسة في دم الأبرياء تخرج من خزائن الدوحة إلى جيوب أردوغان وأتباعه تحت لافتات الاستثمار والمشاريع والعقود العسكرية والتجارية، والتي ليس لها أي مردود اقتصادي على البلدين، لأنها في الحقيقة ستار لنقل الأموال الداعمة للإرهاب. حدث ذلك من قبل حينما منح تميم راعيه أردوغان 15 مليار دولار في 2018، وخرج الأمير القطري يكتب على تويتر أنها حزمة ودائعة ومشاريع استثمارية لتركيا في محاولة مكشوفة للكذب على شعبه. وقبل 3 أشهر من الزيارة الثانية لأردوغان إلى الدوحة في زمن كورونا، وقع مع تميم ما قيل أنها اتفاقيات ومذكرات تفاهم اقتصادية لم تنعش اقتصاد تركيا الذي يحتضر، لتكشف بجلاء عن أين ذهبت الأموال وفيما كانت الاتفاقيات. دعا أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي وزارة الخارجية إلى فرض عقوبات اقتصادية على تركيا على خلفية تشغيلها لمنظومة صواريخ S-400 الروسية. ففي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، حث كل من السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن والسيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، حث إدارة ترامب على فرض عقوبات ضد تركيا بسبب اعتزامها تجربة نظام S-400 على طائرات أمريكية الصنع. كذلك دعا رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي آدم شيف، دعا في تغريدة على تويتر إلى التعامل مع تركيا بصلابة. تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار لتلامس مستوى منخفضا قياسيا بلغته في الجلسة السابقة بفعل تضرر المعنويات جراء مخاوف بشأن عقوبات أمريكية محتملة والصراع في منطقة القوقاز واضطراب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. الليرة سجلت 7.89% مقابل الدولار، وفقدت العملة التركية 25% من قيمتها هذا العام لأسباب من أهمها مخاوف بشأن تبدد احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي وتدخلات المكلفة في سوق العملة، لكن المخاوف الجيوسياسية أصبحت الآن عاملا رئيسيا. إلى الانتخابات الأمريكية، حيث قالت مرشحة الحزب الديمقراطي الأمريكي لمنصب نائب الرئيس كاميلا هاريس أن إدارة ترامب فشلت في التعامل مع أزمة كورونا وإنقاذ مئات الآلاف من الوظائف. وأشارت هاريس خلال المناظرة التي جرت أمام منافسها الجمهوري مايك بنس في ولاية يوتا إلى أن الأمريكيين كانوا شهودا على أضخم فشل لم تشهده أي إدارة رئاسية في تاريخ البلاد بحسب وصفها. الشعب الأمريكي شهد أحد أكبر فشل لأي إدارة أمريكية في تاريخ البلاد، وهنا الوقائع. 210 ألاف شخص توفي في أمريكا في الأشهر القليلة الماضية، أكثر من 7 ملايين شخص لديهم المرض، آلاف مئات الآلاف من الأعمال أغلقت، العاملين في المجال الطبي الذين ضحي بهم لفترة طويلة. في الأشهر القليلة الماضية ملايين الناس أصبحوا عاطلين عن العمل.
في 28 من كانون الثاني يناير أعلم الرئيس ونائب الرئيس عن طبيعة هذه الجائحة. أعلم أن الفيروس هو قاتل وينتقل عبر الهواء ويؤثر على الصغار، وأنه ينتقل بسرعة لأنه ينتقل عبر الهواء، وكانا يدركان ما سيحصل ولم يعلمونكم. في المقابل اتهم المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اتهم منافسته الديمقراطية كاميلا هاريس بتقويض ثقة الأمريكيين في لقاح لفيروس كورونا. وخلال المناظرة أكد بنس أن اللقاح سيكون متوافرا قبل نهاية العام الجاري وسيتم توفيره لكل الأمريكيين. ولكن أريد من الشعب الأمريكي أن يعرف أنه منذ اليوم الأول الرئيس ترامب وضع صحة الأمريكيين أولاً. أكثر من 5 حالات لأناس عادوا من الصين كانوا يحملون الفيروس، والرئيس ترامب فعل ما لم يفعله أي رئيس آخر، جمد كل السفر من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. السيناتور جو بايدن عارض هذا القرار وقال إنه كره للأجانب وقرار هستيري. حقيقة الأمر، وكما قال الدكتور فاوتشي، كل شيء قاله للرئيس في البيت الأبيض قاله الرئيس للشعب الأمريكي. الرئيس ترامب لديه ثقة في الشعب الأمريكي وفي أننا سنتجاوز هذه المحنة. عندما تقولين لم تنجح، الدكتور فاوتشي والخبراء الطبيين جاءوا إلينا في الأسبوع الثاني من مارس وقالوا لو لم يقم الرئيس باتخاذ الخطوات غير المسبوقة الخاصة بإغلاق نصف الاقتصاد لفقدنا 2.2 مليون أمريكي. حقيقة الأمر أننا سنحصل على لقاح في وقت غير مسبوق في أقل من عام. هناك 5 شركات تجري تجارب في المرحلة الثالثة، وحاليا ننتج عشرات الملايين من الجرعات. حقيقة أنك مستمرين في تقويض الثقة الجماهيرية في اللقاح. قال وزير الخارجية الفرنسي جانيب لدوريان أن محادثات ستعقد في جنيف اليوم الخميس وفي موسكو يوم الاثنين المقبل في محاولة لإقناع الأطراف المتحاربة في الصراع بإقليم ناغورنو كاراباخ بالموافقة على التفاوض لوقف إطلاق النار. وأبلغ لدوريان لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية أن فرنسا وروسيا والولايات المتحدة ستجري هذه المحادثات لبدء حوار من دون شروط مسبقة. كما أكد وزير الخارجية الفرنسي أن تركيا تتدخل عسكريا إلى جانب أذربيجان في النزاع حول ناغورنو كاراباخ، وجدد مخاوف باريس من تدويل النزاع في الإقليم. هذا وشجبت روسيا بيانا صادرا عن وزير خارجية فرنسا وألمانيا بشأن قضية نافالني. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخروفا في بيان إن البيان الفرنسي الألماني حمل اتهامات غير مقبولة سواء في المضمون أو في اللهجة. وأضافت زخروفا أن البيان يشير إلى عدم رغبة باريس وبرلين في النظر بالوقائع على الأرض، متهمة البلدين بمحاولة ابتزاز روسيا. أعلنت وزارة الصحة خروج 43 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97,492 حالة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة أنه تم تسجيل 133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا ووفاة 9 حالات جديدة. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 104,035 حالة، من ضمنهم 6,010 حالات وفاة. أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 78,524 إصابة جديدة بفيروس كورونا و971 وفاة خلال 24 ساعة، ويبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن 6,840,000 إصابة و105,000 حالة وفاة.
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذكرت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضا 8 حالات إصابة خالية من الأعراض. وسجلت الصين 85,500 حالة إصابة في المجمل، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4,634 حالة. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر تتعامل مع التنمية في سيناء باعتبارها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون بشأنها، حيث ترتكز استراتيجية الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء في كافة المجالات. وتزامنا مع الاحتفال بالذكرى 47 لنصر 6 أكتوبر المجيد، كشف المركز عن انفجرافات سلطت الضوء على أهم المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة في سيناء منذ عام 2014، وقد بلغت تكلفة ما تم إنفاقه في أعمال التنمية والتعمير والبناء 600 مليار جنيه. وأبرز التقرير نماذج لأهم المشروعات التنموية التي تم تنفيذها بمختلف القطاعات، من بينها التطوير العمراني وتوفير سكن ملائم لأبناء سيناء والمشروعات في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والزراعة والمياه والصناعة والاستثمار. وقعت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي اتفاقا إطاريا بين الوزارتين لدعم مشروعات الخدمات الصحية العاجلة والتصدي لفيروس كورونا، وذلك في نطاق محافظتي سوهاج وقنا ضمن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر. أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تقييم عدد من المنشآت الصحية في محافظتي سوهاج وقنا تمهيدا لتطويرها ورفع كفاءتها وفقا للمعايير العالمية للجودة، تمهيدا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظتين، بالإضافة إلى رفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر باعتبارها حائط الصد الأول للتصدي للأمراض المعدية والأوبئة. أعلنت القوات المسلحة عن إطلاق موقع إلكتروني جديد لإدارة شؤون ضباط القوات المسلحة، ويهدف الموقع إلى تقديم كافة الخدمات وتسهيل الإجراءات للضباط وأسرهم للضباط الاحتياط، فضلا عن الاستعلام عن الطلبات المختلفة. يأتي ذلك في إطار خطة مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي وتطويعه لخدمة المواطنين. الآن مع آخر تطورات أخبار الاقتصاد. ارتفعت أسعار النفط إذ أخلى عاملون في قطاع النفط منصات في خليج المكسيك بالولايات المتحدة قبل الإعصار دلتا، بيد أن مخاوف الطلب على الوقود استمرت بفعل تبدد احتمالات إبرام اتفاق تحفيز أمريكي وبعد زيادة في مخزونات الخام الأمريكية. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 27 سنتا إلى 40.22 سنتا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت 31 سنتا إلى 42.30 دولار للبرميل. صعدت أسعار الذهب على نحو طفيف بدعم من تراجع الدولار وتجدد التفاؤل بشأن بعض مساعدات تخفيف تداعيات جائحة كورونا في الولايات المتحدة، فيما ترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لقياس مدى متانة أكبر اقتصاد عالمي. وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.1% لتصل إلى 1888 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% عند مستوى 1892 دولار للأوقية. الآن مع أخبار الرياضة.
فاز الأهلي على إنبي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعت بينهم على استاد السلام ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الممتاز الذي حسمه الأهلي رسميا للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي. سجل الأهلي مروان محسن هدفين وجونيور أجايي هدف، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 85 نقطة، فيما توقف رصيد إنبي عند 45 نقطة في المركز الخامس من جدول الترتيب. وتقام اليوم الخميس مباراتان ضمن منافسات الأسبوع 32 لبطولة الدوري الممتاز، حيث يلعب أسوان أمام حرس الحدود في 15:30، كما يلتقي الزمالك مع وادي دجلة في 8:00 مساء. إلى أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس حار نهارا لطيف ليلا على الوجه البحري والقاهرة والصعيد. بأحوال الطقس مشاهدينا الأعزاء، نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة العاشرة صباحا، وهذه تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء. السيسي يتسلم درع العمل التنموي العربي ويهديه للمصريين لمساهماتهم بالإصلاح الاقتصادي. ولي العهد الكويتي يؤدي اليمين أمام البرلمان ويؤكد تأييده لالتزامات الكويت الدولية والخليجية. والليرة التركية عند قاع قياسي منخفض بفعل مخاوف بشأن عقوبات أمريكية محتملة. لا يتبقى إلا أن نحيط علم سيادتكم بأن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز اتش دي هو 12303 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي. شكرا لكم مني همام مجاهد على متابعتكم الكريمة. دمتم في أمان الله.